كابتن اسامه، الف مبروك، فوز غالي وكبير للنادي الاهلي، بيبتعد فيه بالصداره عن اقرب منافسيه اللي هو فيوتشر. الحمد لله، مبروك لجماهيرنا، مبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي، فوز مستحق وفوز سهل. ويمكن احنا لما كنا بنتكلم قبل اللقاء يا ايمن، وكنا بنتكلم على بعض التغييرات اللي بتحصل وكده، انا قلت لك الامور بقت فيها اريحيه ان مستر كولر يقدر، يعني في اوقات تانية كان بيحصل فيها تغييرات كنا نبقى قلقانين. انا قلت لك الفتره دي فيها اريحيه ان النادي الاهلي مع احترامي الكامل لكل المنافسين قريب جدا جدا، وحط تحت جدا جدا دي من بطوله الدوري من قبل اللقاء. انا بقول لك كده المنافس التقليدي اللي هو يعني اقرب حد ليك بيجاريك يعني الى حد ما هو نادي الزمالك، بعيد قوي وانت فارق عنه بكتير قوي. بيراميدز كويس، بيراميدز وفيوتشر مع احترامي الكامل ليهم فرق عندهم لعيب فرق جيده، ولكن انا بتكلم على بطوله نفس طويل في دوري عام. انا احساسي ان ما عندهمش القدره انه يجاري النادي الاهلي، وخاصه النادي الاهلي لما يكون مركز كده. فقلت لك ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب المحله ويقدر يكسب الماتشات الجايه بس بشويه تركيز زياده. فده اللي حصل النهارده. الشوط الاولاني انت مسيطر تماما على احداث الشوط، فرقه المحله ما لهاش اي تواجد خطر، قلت لك يمكن كره ولا كورتين احمد ايهاب سمير من ناحيه الشمال عملهم عرضيه. الشوط الثاني لما اتكلمنا قلت لك بين الشوطين برضو ان هيحصل مساحات كبيره في فرقه المحله، لانه غصب عنه اتحط في موقف انه جه في جون الشوط الاولاني، فهيحاول يهاجم، هيحاول يطلع للتلت الاخير للنادي الاهلي بعدد بكثافه اكتر شويه، فهيحصل مساحات كبيره قوي. فده اللي حصل الشوط الثاني. انت الشوط الثاني فرقه المحله نسبيا في الناحيه الهجوميه راحت بعدد، نسبيا في بعض الخطوره حصلت منهم زي كره الانفراد لكريم اللي حطها تقريبا، التسديده اللي اتشاطت وضربت في القائم وطلع في القائم وطلعت واحده لانه هو ابتدى ياخد مجازفه ان يطلع لقدام، فبيعمل خطوره شويه بس في المقابل خطوطه اتفتحت قوي. غير الشوط الاولاني كلهم متمركزين قدام ال 18 5 4 1 وما فيش تقريبا شكل هجومي، يعني هو ما بيطلعش باتنين على في الهجمه طول الماتش طول الشوط الاولاني. فالشوط الثاني اختلف الوضع، فالنادي الاهلي الامور بقت اسهل له، بيتنقل الكره بسهوله، بيوصل للثلث الاخير بسهوله، جاب جونين، بيستغل الفرص اللي جاب جونين حلوين قوي غير الاجوان اللي ضاعت، يعني جاب جونين ضربه الجزاء لعلي معلول، ثم الكره الاخيره لشريف اتعملت، ويمكن علاء قال الهجمه بيرسي تاو وهو رايح في ثلاثة أربعة أو أربعة من لعيبة النادي الأهلي بيجروا وفي اتنين مدافعين، فرقص وحطها لقندوسي شايط، ردت شريف تابع وجابها، وكانت الموقف ده اتكرر كتير بس آخر انت ربع ساعة. بس انت مش يعني ما استغلتش معظم الفرص اللي جت او كل الفرص اللي جت، لكن استغلت كورتين وجبت هدفين، وكانت ممكن النتيجه تزيد عن كده لانه خلاص التحفظ الدفاعي اللي عامله المحله اختلف. وكمان عبد الباقي جه في وقت شال معاذ الحناوي كمان عشان عايز يعوض بالزبط. فبيفتح الخطوط اكتر، فتحت فشال واحد من الثلاثه اللي هم قلب الدفاع، وزود عبد الرحمن عاطف كفرو الثاني، لكن انت بتلعب النادي الاهلي مظبوط، فما قدرش لا قدر يستغل الجزء الهجومي اللي هو خاطر فيه شويه انه يجيب اجوان في النادي الاهلي، وفي الجزء الثاني اتفتحت خطوطه مزبوط. فالنادي الاهلي لعب بكل اريحيه وعملنا مباراه كويسه، وانا اتفق مع شريف ان مروان عطيه عمل مباراه كبيره، وكان نجم المباراه صحيح. او من يعني من احسن الناس اللي لعبوا في المباراه. واللي عجبني كمان ان كان في كم تسديدات النهارده واضحه في الشوط الاولاني والشوط الثاني، فدي برضو احد الاسلحه اللي المفروض ان شاء الله في الماتشات الجايه صحيح. نستغلها ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله.